اخواتي يلا جهزوا نفسكم الحين بنطلع ونذهب نروح المهرجان. هي بنروح المهرجان يلا يلا بسرعه قبل ما يخلص الوقت علينا. يلا يلا البس الشوز. يا الله منو دق علينا الباب؟ يكون دانا وبنتها، هذه ثالث زياره لهم في الاسبوع. صبروا صبروا بشوف شو تباه. هلا 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 شو اخباركم؟ منو دانا؟ اعرف اني ازعجتكم بس بنتي جبتها كيكه ولكن طفت علينا الكهرباء عشان كذي بحتفل وياكم. شو رايكم؟ بس نحن طالعين مهرجان الشيخ زايد لو تعرفين اللي في الوثبة. نحن ما راح نطول وياكم وترى المهرجان ايامه وايد. ماما خلاص خلاص تفضلي تفضلي عنا. يلا يلا تعالي نجود. ايامي يلا يلا تعالي يلا حبنا نجود عشان كنتي ان شاء الله انت شطورة نجود. يلا تعالوا تعالوا يلا يلا يا لولو يلا تعال ساعديني. يا يلا يا لولو جيبي السفرة عشان نحط الكيك والفطاير وخلي بناتش اللي ما منهم فايدة يسوون الزينة. انزين خبرينا شو المناسبة يا دانا؟ أخاف أقولكم شو المناسبة وبعدين تحسدون بنتي. حبيبتي أنا يلا تعال تعال خلينا نرتب. يلا عيل ليش جبتيها لو تخافين عليها؟ امزح امزح يا لولو بنتي هي الاولى في الصف. قولي ما شاء الله قولي ما شاء الله احسن عن بناتك. ما شاء الله. لا 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 يا دانا بناتي ما يغارون ولا يحسدون. يلا يلا يا بناتي خلونا نسعد نجود الشاطرة. لا نبي المهرجان. شو صعب عيب. يلا يلا تعالوا نزين. يلا يلا انفخوا انفخوا. يلا نجود خذي هذه البلونة. هاي يا دانا نفختنا البلالين الحين مستانسة بنتك؟ هي مستانسة بنتي. ماما عندها بالون كبير. هي هي لا تحسدينها اوكي؟ ليش عندها بالون؟ خلاص خلاص يا هيا بس هيا. ماما عندها بالون كبيرة. حضر حضر يا بنتي بعدين بعدين بعدين. شو هالبرود اللي فيكم؟ شغلوا اناشيد. صفقوا صفقوا يلا يلا. ترى بنتي الاولى في الصف خلوها تستمتع في هالحفلة. يلا 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 صفقوا صفقوا شو هالبرد اللي فيكم؟ يلا خلصي خلصي شوي. يلا يلا صفقوا يلا نجودي. يلا خلي نجيب الكيكة. يلا يلا صفقوا صفقوا يلا. يا ليش جنكم؟ دانا ما حد يفتح الكيكة بهالطريقة بشوي شوي. يلا جد خلصي الكيك. شوفوا الكيكة مال جودي. الله الكيكة حلوة. يلا ساعدينا لولو. يلا يا ربي منك ما تعرفين. انتبهي انتبهي بتحرقين البيت. استتاير انتبهي بس. يلا وسخت بيتي كله منك يا دانا ما توقعتي.
بنظف الكيكة. كلنا مسوي. أنا قلت لك مو بهذي. وأنتي؟ حسودين. ترى أنت اللي قلتي، أنت اللي وسختي. الحين منو بنظف كل هذا؟ مين بنظف الكيكة؟ والله خربت الكيكة. كيف صبر الحين؟ استغفر الله العظيم. كم؟ ترى أنت نظف الكيكة. وسختي بيتي. شو حاجة تساعدين؟ هذا تاكلينا. عادي عادي. هذا كلمتي. هذه لولو الأستاذة لولو اللي ما لقت أي مكان تفجر بس قدام كيكتي. عشان بنتي الأولى وبناتش ما بكمل. حرام عليكم كسرتوا خطر بنتي. لا تبكي لما هذيات الثلاثة. يا الله بيت توسخ الحين من بينظف كل هذا؟ ما احنا شو 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 بناتش شو بيسوونهم؟ شو يعني خليهم ينظفون عادي؟ تستاهل كنا مروح المهرجان. أحسن خربتها أي الطلعة. أحسن تستاهل. تراني أنا اللي بعطيكم الكيكة. كفاية خربتوا كيكة نجود. خذوا يلا خذي. وأنا الحين أنا عليكم بالعافية. ها عجبتكم الكيكة؟ هي كانت وايد حلوة بس يا دانا من بينظف كل هذا؟ الحين بسير البيت سير المهرجان مثل ما قلتوا بنات شيرين نسير حرام على خاطركم. يلا مع السلامة. يلا نجدي بالبالونة. تعالي بين بالونة واحدة بتلعبون فيها بتخسرونها. ليش أنا جبتها؟ يلا تعالي هاي كل شيء نسيتها. أوكي يلا تعالي نسير. ماما أطلع مهرجان. خلاص يا بناتي خلونا ننظف أصلا الساعة 10 بالليل كيف بنروح مهرجان؟ يلا خلونا ننظف ونرتب البيت. وتذكروا يا أصدقائي إن للزيارة آداب وعلينا أن نلتزم بها حتى أن نكون محبوبين دائما. أنا غبية منو قال لي أحط فلوسي هني؟ روح الدكان منو؟ يلا يلا يلا. وقبل ما نبدأ هذه القصة وصلونا 10,000 لايك. الله يبدأ. أهلا أهلا أكيد ما عرفتوني أنا صديقتكم ليلى. قررت أصير زينة مثل ما وعدتكم. تعرفون جربت كل أشغال العالم وما ناسبني أي شغل بس اليوم بسوي عروض سيرك في هالمكان. يعني صرت مهرجة. يا رب يا رب يوم أسوي عروض الناس يكونوا طيبين ويعطوني فلوس وأقدر أشتري لي حلويات وألعاب. يلا الحين بروح. ماما شو تسوين؟ أطلع لكم من النت وصفات سناك صحية مثل ما وعدتكم. الأكل الصحي أحسن بمليون مرة من الحلويات مالت الدكان. صح يا بناتي؟ لا شكرا ماما. عفوا حبيبتي. يلا سيروا لعبوا مع صديقاتكم دانا وفطامي. ماما فطامي دانا مو موجودين برا. عادي روحوا لعبوا بالحوش وأنا بشوفكم من بعيد. أوكي فطامي فطامي اليوم المهرجة بتسوي عروض وايد حلوة. شو رايك نسير؟ يا سلام أنا عندي 10 دراهم. أوكي أوكي خليني نلحق على العرض. أنا بعد عندي 20. يلا يلا نسير. يلا يلا هذي أنت المهرجة اللي بتسوي لي عروض وايد حلوة؟ هي أنا المهرجة أكيد شفتوا إعلاني وإن شاء الله اليوم بتستانسون وياي. بسوي له 3 لأن اللي إحنا عرضت
نحن عطيناك وايد فلوس، يلا روينا. أكيد بسوي لكم عروض وايد حلوة. يلا يلا نريد نشوف، نحن متحمسين. الحمد لله انهم مستمتعين عشان ما يطلبون فلوسهم بعدين. لا 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 لا، شكل هالشغلة وايد حلوة، والاطفال بسرعة يستمتعون باي شيء حتى لو كان عادي وبسيط. ان شاء الله من هاللحظة بتم اتدرب على حركات وايد حلوة عشان كل يوم يجون عندي ويستانسون. الحمد لله الحمد لله، بداية خير. ويلا خلصنا العرض. عفوا عفوا، اوكي تعالوا كل يوم عندي، احبكم وايد. الحمد لله خلص يومي بنجاح. يلا بشوف كم جمعت فلوس. يا سلام عندي وايد فلوس، الحين اقدر اشتري حلويات والعاب. 10 20، يا سلام. بس لحظة، هالشنطة ما تنفع اني اخبي فيها فلوسي. ها بروح مكاني وبجيب الشنطة اللي فيها قفل ومفتاح عشان اخبي فلوسي. يلا يلا تعالي تعالي، يلا نلعب تعالي فوي، يلا الجو حلو اليوم، يلا نلعب تعالي للحيني. جايز جايز تعالوا، شو هذا؟ فيها فلوس يا هيا. ماما تعالي لا. عادي عادي، خليني اشوف شو شوفي. ابوه فلوس. تعال نروح الدكان. حيف عندنا 10 بكفينا، نروح على الدكان. يلا يلا خليني كثير. يلا تعالوا تعالوا تعال، هيا في فلوس كثير. وينه وينه؟ دكان 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 دكان. فطامي فطامي، سمحتي؟ دكان غريبة، أصلا أمهم ما تعطيهم فلوس عشان يشترون الدكان. اوه اتأخرت وايد. اوه وين فلوسي؟ ايوه احد سرق فلوسي. منو اخذ فلوسي؟ يا ربي يا ربي، وانا تعبت وانا اجمعهم. يا ربي وين فلوسي؟ لحظة اشوف دانو فطامي هناك، خليني اروح اسألهم احسن. يمكن هم اللي اخذوها، او اذا ما اخذوها اكيد شافوا منو اخذها. دانا فطامي، يلا اعترفوا منو اخذ فلوسي. يلا خبروني يا بنات منو اخذ فلوسي. ها نحن ما سرقناها، ما شفنا شيء. دانا هيا راح الدكان. كيف؟ ها سكتي يا فطامي، نحن ما شفنا شيء. نعم قلت الدكان. منو اللي اخذت فلوسي وراحت الدكان؟ خليني الحقها بسرعة قبل ما تشتري. أنا ما قلت دكان. كيف سمعت هذه؟ خلينا أحسن أخبر أم هيا، شكراً بتضربهم. يلا تعالي. شو صار؟ شو تدقون شي؟ لحقي بنتش هيا ونجود المهرجة بتضربهم. نعم ليش بتضربهم إن شاء الله؟ لأن أخذوا فلوس وراح الدكان. نعم يلا بسرعة خلنا نشوف. والله بعاقبها اللي اخذت فلوسي. نروح الدكان. انا مشتري حلويات. شو بتشترين؟ ايس كريم. شو تشترين؟ عصير. شيبس. هاي حلويات.
هاي الحلويات؟ اوكي انا بشتري حتى حلويات كلها مثل اي شيء نقدر نكتب فيه ثلاثة ولا حشرة ولا يا ويلي ويلي انا الحياة الولود بناتي وينهم؟ هي بعد وياهم سفونة وسالم بنروح الدكان بنروح الدكان بنروح الدكان بنروح الدكان قربنا قربنا هذا الدكان تعالي تعالي بسرعة بسرعة يا ليلى لازم تركضين بسرعة قبل ما يشترون فلوسي فلوسي بتروح عني فلوسي يلا اشرب معانا فلوس يلا يلا انتوا ايش تقولون انا اريد عشان ما اعمل هذا هيا سوري وعلي ايس كريم واو لأن فلوس لحنا هي يكفيك خان كل أحد يكفيك خالتي خالتي هذا الدكان قربنا إن شاء الله وبنات من لازم 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 أعاقب اللي أخذت فلوسي الحمد لله الحمد لله وصلت البقالة وصلت وصلت يا سلام عليكم ها تشترون على حسابي ها يا سلام وتسألون منو أنا المهرج اللي جمعت فلوس أبعرك جبيني في النهاية أنتو خذيتوا كل فلوسي وصرفتوها الحين برجع الأغراض وبرجع فلوسي ولازم أعاقبكم خليكم هني هذا الدكان لا 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 سوي فيهم شيء نعم نعم هذيل عيالكم هذو كل فلوسي خلاص أنا أعتذر منك وبرجع لك كل فلوسك بس خبريني شو صار هذيل أخذوا كل فلوسي أخذوا شيء ما يخصهم يعني يوم قررت أكون طيبة سرقت فلوسي وإذا أنت ما عاقبتيهم أنا بعاقبهم ها؟ ليش يا بنتي؟ أنا علمتك ما تأخذين شيء أنا علمتك ما تأخذين شيء من الشارع إما تعطينا الشرطة إما تخلينا مكانه خلاص ما رح أعاقبهم دام أنك بتعطيهم نصايح بس أنا مو فاضية أسمع لك بروح بسرعة أرجع الأغراض يا رب هذا يكون لكم درس هي ما يصير ناخذ شيء وانتم بعد يا اصدقائي لا تاخذون شيء ما تعرفونه لو اخذتوه اعطوه شخص كبير عشان يعرف يتصرف فيه ويسلمه للشرطه وكونوا دائما بامان باذكاركم ونصايح امكم وابوكم اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب ولا تنسون تشوفون انستغرام وتيك توك وسناب شات باي قولي باي وصلونا